صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنستكمل كلامنا ومحاضراتنا عن تاريخ مصر البطلمية. النهاردة هنتكلم على بطلميوس الثامن أو يوريديتس الثاني اللي حكم مصر من 144 ل 116 قبل الميلاد. We will talk today about Ptolemy the Eighth or Eurydice the Second, who ruled Egypt from 144 BC to 116 BC. الحقيقة قبل ما نتكلم عن عصر بطلميوس الثامن لازم كده نرجع بالذاكرة شوية لعصر بطلميوس السادس ونفتكر مع بعض ان هو حكم مع اخوه واخته as co-regents كحكام مشتركين لمصر، والفترة دي كانت من فترة 170 ل 163 قبل الميلاد. بعد كده لما بطلميوس السادس وبطلميوس الثامن الأخين كبروا، فطبيعي ان هو يحصل نزاع ما بينهم على الحكم، وتدخلت روما في هذه الفترة وأوصت ان بطلميوس الثامن يبقى، باعتباره ان هو كان الابن الأصغر، أوصت ان هو يبقى حاكم سيرينايكا. وقلنا قبل كده ان سيرينايكا ديت هي شمال افريقيا، واصبح بطلميوس الثامن هو حاكم منطقه سيرينايكا من فتره 163 قبل الميلاد ل 145 قبل الميلاد. وبعد كده بعد موت اخوه استقل او اصبح بطلميوس الثامن يوريديتس الثاني هو يعني حاكم مصر او ملك مصر، واستمرت هذه الفتره من 145 قبل الميلاد لحتى 116 قبل الميلاد بموته. في هذه الفترة لازم برضو نشير أو بننوه أن نتيجة القلائل اللي حصلت اللي احنا هنشرحها دلوقتي تم نفيه أو عزله لفترة يعني تقريبا سنة، ودي كانت فترة من 131 قبل الميلاد ل 129 قبل الميلاد. So the reign of Ptolemy the Eighth or Eurydice the Second could be divided into three historical phases. What are the meaning of historical phases؟ يعني ثلاث فترات تاريخية مختلفة. أول فترة زي ما قلنا he ruled as a co-regent. What is the meaning of co-regent؟ حاكم مشترك. He ruled as a co-regent when he was a child with his elder brother Ptolemy the Sixth and also Cleopatra the Second was their sister from 170 BC to 163 BC. After that, when they grow up, Ptolemy the Sixth and Ptolemy the Eighth, a struggle was arose between the two brothers in order to be independent kings. Therefore, Rome intervened here itself and decided that Ptolemy the Eighth or Eurydice the Second should be the king of Cyrenaica, and the period of his reign as the king of Cyrenaica lasted from 163 BC to 145 BC. Finally, in the third phase of his reign, after the death of his brother Ptolemy the Sixth, Ptolemy the Eighth was the sole king of Egypt, يعني sole king الحاكم الأوحد of Egypt. And this period began in 145 BC till his death in 116 BC. It should be also mentioned that within this period he was exiled. Ptolemy the Eighth was exiled, يعني تم نفيه لفترة كده for about a year, from 131 BC to 128 BC. The accession of Ptolemy the Eighth to be the king the sole king of Egypt. هنرجع برضو بالذاكرة تانية علشان نعمل كده ريفرشمنت. Ptolemy the Fifth and Cleopatra the First اللي هي كانت أصلا daughter of Antiochus the Third، كان ليها أصل سوري، خلفت إيه تلاتة، أول واحد اللي هو Ptolemy the Sixth Philometor، Ptolemy the Eighth Eurydice the Second and Cleopatra the Second. وزي ما قلنا التلاتة دول في البداية حكموا كحكام مشتركين لمصر. زي ما احنا شايفين اهوت، ادي كيلوباترا ذا سكند اللي هي البنت تزوجت من بطلميوس السادس، وقلنا ان هي خلفت اتنين، بطلميوس السابع وكيلوباترا الثالثه.
تمام. ووقفنا عند نقطة إن بطليموس السابع بعد وفاته ترك مين بقى؟ ترك كليوباترا الثانية على العرش، ومعاها ولد وبنت اللي هو بطليموس السابع وكليوباترا الثالثة. وفي هذا الوقت كان بطلومي ذا ايتس هو حاكم سيرينايكا. فطبعا أول ما هيعرف بموت أخوه إيه اللي هيحصل، هيروح طبعا لمصر علشان ينفرد بالحكم. After the death of his brother Ptolemy the Sixth, Ptolemy the Eighth marched to Alexandria. يعني راح الإسكندرية علشان يبقى حاكم إسكندرية، وعلشان يعزل كيلوباترا السادسة التانية وابنها بطليموس السابع عن العرش، لأنه كان ساعتها طفل صغير. الحقيقة كيلوباترا التانية كانت إلى حد كبير محبوبة من أهل إسكندرية، فكان تقريبا هيحصل يعني زي كده حرب في المدينة، واضطر بعد كده ان يعني يطلب بطليموس الثامن تدخل روما مرة اخرى لمساعدته على ان هو يبقى حاكم مصر او ملك مصر. وروما قضت بايه بقى، او حكمت بايه في هذا يعني في هذا الصراع العنيف؟ قضت ان بطليموس الثامن يجب عليه ان يتزوج اخته، وفي نفس الوقت كانت ارملة اخوه اللي هي كليوباترا الثانية، حتى يستطيع ان هو يعتلي عرش مصر. خلاص، يبقى روما اوصت بايه؟ اوصت ان هو لازم يتزوج اخته كليوباترا الثانية. وفي نفس الوقت ادي كليوباترا الثانية اهي، روما اوصت ان بطليموس الثامن لازم يتزوج كليوباترا الثانية. تقرب له ايه كليوباترا الثانية؟ اولا هي اخته، خلاص شقيقته، وفي نفس ذات الوقت هي ارملة اخوه، تمام، علشان يقدر يعتلي عرش مصر. After the death of his brother Ptolemy the Sixth, Ptolemy the Eighth marched to Alexandria, وصل لإسكندرية أو على أطراف إسكندرية، to be the king of Egypt and to exile، يعني علشان ينفي أو يستبعد both Cleopatra the Second and her son Ptolemy the Seventh. A civil war was about to rage in the country and Rome intervened in the Ptolemaic struggle. روم كالعادة بتحب تتدخل في هذه الفترة نتيجة ضعف المملكة البطلمية. And stated that Ptolemy the eighth would be the new king but after marrying Ptolemy the second. He should marry Ptolemy the second. Cleopatra the second قصدي. Cleopatra the second was his sister كانت أخته and also at the same time she was the widow of his brother Ptolemy the sixth. الحقيقة هو رد بهذا الحكم، وبطليموس الثامن فعلا تزوج أخته وأرملة أخيه كليوباترا الثانية، لكن بعد فترة بسيطة انقلب عليها أو وقتل، يقال إن هو قتل بطليموس السادس وهو أو السابع وما زال طفل صغير. في بعض الروايات بتقول إن هو قتله وفي وجود والدته. وطبعا مش ما اكتفاش بس بكده، لا هو برضو تزوج بنتها، يعني هو تزوج الأم وتزوج بنتها. وطبعا هذا الزواج أثار جدا كليوباترا الثانية الأم اللي كانت على علاقة وثيقة جدا من أهل اسكندرية، وطبعا ثارت يعني صارت ثورة كليوباترا الثانية إزاي هو يقتل ابنها بعد الجواز، وفي نفس ذات الوقت يقتل ويتزوج من بنتها. فطبعا دي كانت حاجة صعبة جدا، وعلشان كده حصل ان اهل اسكندرية او الناس صارت ثورة قوية جدا على بطليموس الثامن، واضطر في النهاية ان هو يهرب الى يعني يهرب خارج مصر، ويستدعي او يطلب مساعدة روما مرة اخرى لان هو يكتسب عرش مصر مرة اخرى. طيب تعالوا نشوف كده تاني. ادي هو بطليموس السابع السادس كان متزوج من كليوباترا الثانية. بطليموس الثامن حد العدة علشان يصبح ملك مصر بعد موت أخوه، وكان في حرب هتقوم علشان زي ما قلنا إن كليوباترا الثانية كانت شخصية محبوبة، فهو طلب مساندة أو تدخل الرومان، وبالتالي هم حكموا إن هو كليوباترا الثانية لازم تتزوج بطليموس الثامن. بعد الزواج اللي حصل، أول حاجة هو قتل بطليموس السابع، ده رقم واحد. رقم اتنين هو تزوج من كليوباترا الثالثة،
اللي هي بنت كليوباترا الثانية، وبالتالي ثارت ثائرة الأم اللي هي كليوباترا الثانية، واضطر في النهاية بطليموس الثامن إن هو يغادر البلاد خوفا على إيه؟ على حياته. يبقى as we said before, Ptolemy the Eighth marched to Alexandria in order to be the king of Egypt and to exile Cleopatra the Second and Ptolemy the Seventh from the throne of Egypt. A civil war was about to happen or to occur in Egypt, and he asked for the Roman intervention. يعني إيه Roman intervention؟ التدخل الروماني. Rome stated that Ptolemy the Eighth should marry Cleopatra the Second, his sister, and also at the same time she was the widow of his brother Ptolemy the Sixth. As soon as Ptolemy the Eighth married Cleopatra the Second, he firstly killed her son Ptolemy the Seventh, and also at the same time he married her daughter Cleopatra the Third. And because of this marriage, Cleopatra the Second became very angry or triggered, and she was supported by many people, especially the Alexandrians, and she could exile Ptolemy the Second, the Eighth, who asked for the second time. الذي طلب للمرة الثانية. He asked for the second time for a the Roman instance to be a, to be the king of Egypt. طيب الحقيقة روما قدرت ترجعه تاني على العرش مصر، لكن هو حاول ان هو يعني ايه ياخد طاره من كليوباترا التانية، وعشان هي طبعا قدرت تقوم الناس عليه وقدرت ان هي يعني من الاخر ان هي تطلعه بره مصر خالص، ويعني قدرت تقلب الناس عليه، فبالتالي هو كان جاي يعني زي ما بيقولوا كده مستحلف لها. فعشان كده كليوباترا التانية وقال ان هي هربت لمنطقة انتيوخ، وانتيوخ حاليا هي موجودة في جنوب تركيا، وهي كانت عاصمة السلسيد امباير. لكن في النهاية الأخين على فكرة اتصالحوا، كليوباترا التانية رجعت مصر، وحصل نوع من أنواع التراضي أو التصالح ما بين كليوباترا التانية وأخوها بطليموس الثامن. يبقى after the return of Ptolemy the Eighth by the assistance of Rome, he wanted to take revenge. يعني to take revenge إن هو يعني ياخد بطاره خلاص from his sister Cleopatra the second, but she fled to Antioch. يعني إيه but she fled to Antioch؟ يعني راحت أو هربت لأنتيوخ. It's now in the southern province of Turkey, the capital of the Seleucid Empire. However, a reconciliation, يعني تصالح أو تراضي, was settled between Cleopatra the second, who returned to Egypt, and he and her brother Ptolemy the eighth. ده كانت طريقة اعتلاء بطليموس الثامن على العرش. طيب فحصل في الفترة ديت يعني من أهم الحاجات اللي حصلت في فترة بطليموس الثامن حاجة اسمها أمنستي ديكري أو مرسوم أمنستي، ودوت تم إصداره في سنة 118 قبل الميلاد، بيحمل اسم الملك بطليموس الثامن يوريكيتس الثاني وأخته كليوباترا الثانية وزوجته كليوباترا الثالثة، ويعتبر من أهم وأشهر المصادر البردية في مصر، لأن هو بيحتوي على مجموعة من القرارات اللي بتؤكد ان مصر المصريين كانت ثائرتهم ضد الملك البطلمي او لسوء او بتعكس مدى تدهور الاحوال الاقتصاديه. وعلشان كده البرديه دي بتحمل مجموعه من القرارات اللي احنا ممكن نقول عليها اصلاحيه شويه او لتهدئه الاوضاع في مصر. يبقى ان امنستي ديكري واز ايشود تم إصداره in 118 BC bearing the name of Ptolemy the Eighth, Cleopatra the Second, and Cleopatra the Third. It became one of the most important papyrological sources in Ptolemaic Egypt. It became one of the most important papyrological sources. Papyrological sources يعني المصادر البردية in Ptolemaic Egypt في مصر البطلمية. ايه هي القرارات اللي اصدرها مرسوم امنستي في 118 قبل الميلاد؟ باستثناء القتلة وباستثناء سرقة المعابد، لانه طبعا سرقة المعبد كان بيعتبر يعني ايه بيت الاله، فبالتالي ان سرقته او تدميره او اي حاجة تضره يعتبر من الجرائم الكبرى في مصر. All other crimes were pardoned، يعني كل الجرائم الاخرى تم ايه المسامحة عنها، بالاضافة ان
المزارعين اللي هربوا من الأراضي الزراعية بتاعتها نتيجة الضرائب ونتيجة الأعمال الإلزامية والإجبارية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، فكانت الحكومة بتتعقبهم، فقالوا لا مش شرط ان احنا نتعقبهم، وارجعوا لأراضيكم من غير أي جزاء أو عقوبة تقع عليهم. بالنسبة للأراضي المملوكة بشكل رسمي من قبل بعض اليونانيين، تم تأكيد ملكيتهم ليها يعني من غير أي مشاكل، يعني بيأكدوا ملكيتهم عليها. دي من أهم مثلا القرارات اللي أصدرتها Amnesty Decree except murder، بس يعني باستثناء القتل and temple theft all other crimes were pardoned، كل الحاجات التانية ممكن نسامح فيها. Farmers who escaped from their lands were to return، يعني ممكن هما يرجعوا من غير أي تعقب قانوني ليهم. All lands which were legally owned، خلاص all lands which were legally owned by the Greeks was confirmed، كل الناس اللي كان بتملك أراضي زراعية بشكل قانوني تم تأكيد ملكيتهم عليها. Taxes were reduced، طبعا نتيجة الضرائب الكتير جدا فأصدروا ان الضرائب يمكن ان تخفف شوية او تقلل شوية، بالإضافة ان الضرائب اللي على البضائع للقادمة الى اسكندرية برضو او الذاهبة الى اسكندرية برضو تقلل، في يعني وديت بقى ايه بالنسبة خاصة بمينا اسكندرية، في كان بعض البضائع او المراكب بتمر على اسكندريه كده كترانزيت، فكان لازم تدفع ايه زي ما بيقولوا ارضيه، فلا خففوا برضو هذه النوعيه من الضرائب. دي حاجة كمان من برضو أهم إصدارات أمنستي ديكري، إن هم قالوا إن أكدوا على الملكية الخاصة بالمعابد المصرية وأكدوا على حق اللجوء ليها، زي ما دايما بيقولوا اللي هو من كان بيدخل المعبد فهو آمن، تمام، فأكدوا على أن أي حد بيدخل المعبد سواء للعبادة أو حتى للهرب من أي شيء فلا يجوز اقتحام المعبد عليه. يبقى taxes were reduced بتقلل، and the duty on the goods arriving by the way اللي كانت بتمر on the way by the harbor of Alexandria was also reduced. The independence of the temple's properties يعني استقلالية ملكية المعابد، and the right of refuge وطلب اللجوء أو الهرب ليها أو الرجوع أو الهرب ليها بالفعل was also confirmed، تم التشجيع بشكل كبير جدا على بناء المعابد في هذه الفترة نتيجة ضعف الدولة البطلمية، فالملوك البطلمة كانوا بيحاولوا ان هم يحسنوا سيرتهم المصريين، وعلشان كده حصل في هذه الفترة يعني ايه فترة انشاء كبيرة جدا للمعابد وتصليح للمعابد والكلام دوت كله، ودوت هتشوفوه لما ان شاء الله ندرس اثار. فتصليح المعابد او اعادة المعابد او بناء المعابد كان بيتم تشجيعه جدا من خلال وموثق من خلال مرسوم او اصدار امنستي. برضو الاصدار دوت او الوثيقه ديت بتؤكد او بتعكس مدى اهتمام الملك بعباده الحيوانات في مصر القديمه، والدليل على كده ان المرسوم بيقول ان سيتم تحنيط ودفن العجل المقدس ابيس والعجل المقدس منفس من خلال الدولة، أو اللي هي هتتكفل بالمصاريف ديت هي الدولة، خلاص. وده إن دل على شيء فيدل على اهتمام ورعاية بطلموس الثامن بعبادة الحيوانات في مصر القديمة وخصوصا العجول المقدسة، أهمهم طبعا العجل أبيس والعجل منفيس. يبقى one also of the issues of amnesty decree is restoring the temples which was really encouraged during the reign of Ptolemy the eighth. Also the decree reflected the king's interest بتعكس اهتمام الملك in the animal cult as it was settled that the costs of burying تكاليف دفن the sacred animal his embalmment his mummification or the sacred animals apis in Memphis will be done by the royal fund it will be supported by a royal fund من خلال من خلال الدولة. بعد موته بطولمي ذا ايت دايت، والحقيقة احنا مش عارفين مصير كليوباترا التانية اللي هي كانت اخته وفي نفس الوقت كانت ارملة اخوه وقعدت فترة زوجة بطلميوس الثامن، لكن احنا مش عارفين مصيرها ممكن تكون ماتت
بس مش بشكل يعني طبيعي، ممكن تكون قتلت. أما بالنسبة لكليوباترا الثالثة فهي اللي كانت على عرش البلاد بعد موت زوجها وفي نفس الوقت عمها، فهي كانت الموجودة على عرش البلاد وكان عندها ابنين اللي هو بطليموس التاسع سوتر وبطليموس العاشر، بطليموس الثامن التاسع سوتر الثاني، خلاص لتفرقته عن بطليموس الأول اللي هو كان سوتر وبطليموس العاشر اللي هو ألكسندر the first. After the death of Ptolemy the Eighth died in 116 BC, the destiny of Cleopatra the Second is still unknown. احنا مش عارفين ايه مصيرها ايه. She might have died but in a natural way. Cleopatra the Third was also the nephew of Ptolemy the Eighth. Ptolemy the Eighth was her uncle and also he was her husband. She became the sole ruler of Egypt. هي كانت الرئيسة الوحيدة للعرش. She had two sons. كان عندها ابنين. Ptolemy the ninth, Soter the second, and who was Soter? The first, Soter the first is Ptolemy the first, and also the second son of Cleopatra the third is Ptolemy the tenth, was titled as Alexander the first. ادي اهوت الشجرة البطلمية في الفترة دي باختصار، زي ما قلنا ان كليوباترا الثانية تزوجت مرتين. اول مرة هي تزوجت بطلميوس السابع وخلفت منه مين؟ خلفت منه بطلميوس، تزوجت بطلميوس السادس وخلفت منه بطلميوس السابع نيس فيليباتر الذي تم قتله عن طريق عمه بطلميوس الثامن. ده اول واحد. فاكرين لما قلنا ان بطلميوس الثامن اول ما اتجوز كليوباترا اللي هي اخته وارملت اخيه، اول حاجه عملها حاجتين، ان هو قتل ابنها بطلميوس السابع، وتاني حاجه ان هو تزوج بنتها خلاص اللي هي كيلوباترا الثالثة. وقلنا ان كيلوباترا الثالثة كان عندها اربع ولاد من عمها او زوجها، بطلميوس التاسع سوتر ذا سكند، بطلميوس العاشر اللي هو الكسندر ذا فيرست، وكيلوباترا الرابعة، وكيلوباترا تانية اسمها كيلوباترا سيليني، سيليني تعني القمر. تمام. يبقى كيلوباترا ذا سكند مارت فور تو تايمز. The first one she married Ptolemy the sixth and she gave birth to Ptolemy the seventh, Gnaeus Philopater, and Cleopatra the third. After the death of her brother Ptolemy the sixth, زي ما قلنا بقى Ptolemy the eighth married her. After this marriage for a short time he killed Ptolemy the seventh and also he married Cleopatra the third خلاص. And she gave birth to two brothers or two sons and two daughters, Ptolemy the ninth, Soter the second, Ptolemy the tenth, Alexander the first, and Cleopatra the fourth, and finally Cleopatra Selene or Cleopatra the moon.